تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في فريق في الإعداد، عندنا فريق هيئة الصحة في دبي. اليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع اليوم الأستاذ أيمن سرحيل. وفي التقديم معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي. تقدرون مستمعين الأعزاء تتواصلون معنا من خلال البرنامج عن طريق الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم حلقة خاصة تتعلق بأهمية نتحدث فيها عن مرضى السكري والصيام. ولكن قبل ما نبدأ في موضوع اليوم، نعطيكم خبرنا لليوم، يتحدث عن غذاء طبيعي يخفض ضغط الدم. تناقش الدراسات وخبراء الصحة أهمية تناول أطعمة الريسفيرترول الذي يمكن أن تساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم. فما هي الأطعمة الغنية بهاي المادة عشان تساعدنا في تقليل المخاطر من ارتفاع ضغط الدم؟ طبعا احنا نعرف مستمعين الأعزاء أن ارتفاع ضغط الدم حالة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفع بشكل مستمر، وإذا تركناها بدون علاج ممكن أن تؤدي إلى أمراض في القلب وفي الدورة الدموية مثل نوبات القلب أو السكتات الدماغية. ولحسن الحظ إحنا بإمكاننا نعكس ارتفاع النوبة ارتفاع ضغط الدم هذا عن طريق إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة، بما في ذلك إضافة أطعمة محددة إلى نظامنا الغذائي. وأظهرت الأبحاث اللي قام بها علماء من كلية كينغز في لندن أن بعض الأطعمة من الممكن أن تخفض ضغط الدم سواء كانت على الفور أو على المدى الطويل. واستنتج العلماء أن هاي المادة بإمكانها تحفز أكسدة البروتين بشكل متناقض، خاصة في أوقات الإجهاد التأكسدي، وهي آلية قد تكون سمة مشتركة لجزيئات مضادات الأكسدة. والمصادر الطبيعية لهاي المادة هي في التوت والفول السوداني والعنب الأحمر. ونعرف أن هاي المادة مركب نباتي يعمل كمضاد للأكسدة، وبسبب خصائصه المضادة للأكسدة يمكن لهاي المادة أن تعتبر مكمل واعد لخفض ضغط الدم. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى اسم الجناح اللي كلنا تعودنا أنها تعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمة. صبحكم الله بالنور وسرور دكتورة عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟ أول شيء نقول أن نتمنى لهم إجازة سعيدة، إجازة أطلق نهاية أسبوع سعيدة، وأيضا سعيدة بتكون أسعد بالحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا. والأهم اليمع وايد حلوة، لكن ننصح أن الالتزام بالعائلة أو الأسرة الواحدة وعدم الحفاظ على التباعد الجسدي بينهم وبين غيرهم.
أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي هي نصيحتنا اليومية عن النشاط البدني. النشاط البدني وايد مهم في شهر رمضان، قبل الإفطار بساعة أو بعد الإفطار بساعتين أو 3 ساعات، ويعني قبل الإفطار مهم يعني ممكن للأصحاء اللي إذا كان عندهم أمراض مزمنة أو مشاكل صحية ممكن أن يخلونها بعد، أو يفضل يخلونها بعد ساعتين من الإفطار. أيضا من ضمن الأشياء اللي موجودة أو بعض الأسسارات اللي توصلنا، هل شو هي الفئات اللي ممكن أن تأخذ تطعيم في مراكز هيئة الصحة بدبي؟ هم جميع حامي إقامة دبي، أيضا لحامي إقامة مرة أخرى منهم مقيمين في دبي وستين سنة فما فوق. أيضا من ضمن الأشياء اللي قاعدين يعني الأشخاص يسألون عنها اللي هي أماكن توفر اللقاح، وين المراكز. نحن دائما لما توصلنا هذه السيارات نأكد على الجميع أهمية أخذ موعد مسبق قبل الذهاب إلى المركز، يعني حرام يروحون يدقون درب وأخر شيء المركز ما يدخلهم. يعني نحن نظام الحضور بدون موعد غير متوفر في هيئة الصحة، مو بس التطعيم، لأغلب الخدمات الموجودة اللي هي حضور عن طريق المواعيد، وكل ما كان الموضوع بالمواعيد كل ما كان أفضل، والكل بيخلص بسرعة والكل بيكون مستانس والتباعد الجسدي بيكون يعني موجود وكل هالأمور. أيضا النصيحة وايد مهمة أن يعني حتى لو كنا ماخذين التطعيم لازم أيضا نحافظ على الإجراءات الوقائية، مثل ما تقولين دائما دكتورة المثلث الذهبي، لبس الكمامة، تباعد الجسدي، وغسل اليدين. نتمنى لهم إجازة سعيدة ومميزة في عطلة نهاية الأسبوع مع الإجراءات الاحترازية، لأن يعني الوناسة حلوة وأيضا ممكن نكون مستانسين مع الإجراءات الاحترازية، لكن أيضا هذا كله الصحة أحلى. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معنا اسم الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرت نقطة جدا مهمة أنه بما أن اليوم الخميس الونيس وأكيد راح تكون في هناك بعض التجمعات العائلية، نحب أن استغل الفرصة وأذكركم مستمعينا الأعزاء أن بالفعل يعني استمتعوا بأجواء رمضان واستمتعوا في قضائه مع أهلكم وأقاربكم، ولكن لا تنسون أن ما زلنا إحنا نكافح جائحة كوفيد-19 ونقدر إحنا نستمتع بهذه الأجواء ضمن معايير معينة، من ضمنها أن إحنا ما ننسى مثلثنا الذهبي في حمايتنا من كوفيد-19. لازم إحنا نرتدي كماماتنا، نحافظ على نظافة إيدينا، ونحافظ على التباعد الجسدي فيما بيننا وبين الآخرين، وأيضا نحاول نقتصر هذه التجمعات للأقارب من الدرجة الأولى. وبعد مستمعينا الأعزاء يعني أثناء وجودنا في هاي التجمعات نحرص أن إحنا ما نتجاوز العدد المسموح لنا في هاي الأماكن. أيضا مستمعينا أنا أنصح الجميع أن اللي يعاني من بعض الأعراض الصحية أفضل أنه يعتذر عن حضوره لمثل هذه المناسبات حماية له وللآخرين أيضا. وبعد ما ننسى أن لقاح كوفيد-19 هي إحدى المفاتيح الأساسية في وصولنا إلى مرحلة التعافي من هذه الجائحة. فمستمعينا اللي ما حصل على اللقاح يبادر بحصوله على اللقاح، لأن في النهاية هذا اللقاح سوف يكون عامل جدا مهم في مكافحتنا للجائحة. هاي كانت آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا الأعزاء بنطلع فاصل قصير وبنرجع ونتحدث عن موضوعنا لليوم اللي هو مرضى السكري والصيام. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون مستمعين الأعزاء تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006.
حلقتنا اليوم حلقة جدا خاصة بنتناقش فيها عن موضوع صحي جدا مهم واللي تخص قطاع جدا عريض من الناس، وأيضا نخص هذه الفئة أهمية وهيئة الصحة توليها أهمية جدا كبيرة، ونسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات الطبية لها وهي فئة المصابين بداء السكري. بنركز في حلقتنا اليوم على مرضى السكري وشهر رمضان والصيام، وعشان نتعرف على كيفية الصيام الآمن من دون مشكلات صحية يسعدنا اليوم أن نستضيف معانا نخبة متخصصة من هيئة الصحة متمثلة في مركز دبي للسكري. احنا نعرف أن هذا المركز رائد عالميا في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج وأيضا البحوث العلمية التي تتعلق بداء السكري. بداية سوف نستضيف الدكتور محمد بلال الشماع، استشاري الغدد الصماء والسكري في مركز دبي للسكري. صباح الخير دكتور محمد. أهلا بكم دكتور محمد. اليوم احنا مخصصين هذه الحلقة فقط لمرضى السكري، فلو نبدأ بداية دكتور نتحدث يعني عن الأشخاص اللي أنت ما تنصح أنهم هم يقومون بصيام هذا الشهر. أيوة الحقيقة شوفي السكر في عنا نوعين من السكر، نوع بسموه اللي معتمد على الإنسولين. هذول غالبا يعني من البداية ما يعني علاجه بيكون بالإنسولين، فهذول الحقيقة الشريحة من المرضى السكر أو حتى اللي من النوع الثاني اللي بدأ يأخذ إنسولين كمان بده يكون يعني حريص إنه، لأنه الإنسولين ممكن يساوي لنا هبوط سكر. يعني إحنا أكثر شغلتين من الخاف من يعني رمضان طبعا يعني له جدول غير الأيام العادية في الأكل والشرب والأوقات الطعام والشراب، وحتى نوعيات الطعام ممكن تختلف. فالمريض السكر بده ينتبه إنه لما نغير نمط الحياة شلون بدنا نغير الأدوية اللي نقدر يعني نحافظ على سيطرة جيدة للسكر من غير ما يصير معي هبوط سكر من غير ما يرتفع السكر. فاللي عنده فكرة مسبقة شلون يضبط تدويته من قبل شهر رمضان ممكن يجرب. هلا التايب 1 اللي عندهم يعني معتمد على الانسولين كثير منهم الحقيقه يصعب عليهم الصيام، فهذول ما يعني غالبا بيعتمد الحقيقه على الشخص، يعني بيعتمد قديش عنده ثقافه عن السكر وشلون اجمالا يعني بيقدر يعدل جرعات الانسولين. وهذا النوع الثاني هلا اذا كان عم ياخذ بس حبوب وفي الحقيقه عده انواع من الحبوب، في عندنا حبوب ممكن إذا امتنع الإنسان عن الطعام لفترة طويلة يساوي له هبوط سكر. فكمان هدول الشريحة الحياة لازم ينتبه إنه شلون بدنا نعدل. يعني يفضل مرضى السكر قبل شهر رمضان يسأل الطبيب المعالج شلون أنا بدي أتصرف بشهر رمضان، بدي استمر على نفس الأدوية، بدي غير الأدوية، توقيت الأدوية. توقيت الأدوية كثير مهم الحقيقة، خاصة الأدوية اللي ممكن تساوي هبوط سكر اللي هي من زمرة اللي بيسموها سلفونين يوريا، يعني بتحرض البنكرياس على إفراز إنسولين، فأحيانا بيجي إفراز الإنسولين بوقت غير مناسب خلال الصيام. فالواحد هلأ إجمالا إحنا كقاعدة عامة إذا الإنسان أي وقت صار عنده هبوط سكر لازم يفطر مباشرة، متى ما نزل السكر تحت 70 يعني 70 هو يعني السيف رينج، إذا نزل بدأ ينزل وشافه خاصة إذا من بداية النهار الصبح يعني الساعة 10 الصبح السكر عندي 70 ما بقدر أكمل صيام. فاللي بيكون عم ياخذ انسولين طويل الأجل مثل اللانتوس أو الكريسيبا أو السيو أو الانسولينات اللي تستمر بالجسم أكثر من 24 ساعة، هدول من قلهم نخفف الانسولين قبل شهر رمضان، خاصة إذا كانت يعني السيطرة على السكر جيدة. كمان بالمقابل الحقيقة ارتفاع السكر خلال الصيام الحقيقة ما مو جيد، خاصة لما بيتجاوز 250، وإذا المريض عم يروح الحمام زيادة ويعني صار عنده جفاف في الفم، فإذا استمر بالصيام ممكن يساوي عنده تجفف ويؤدي لا سمح الله لفشل كلوي أو بشي. اللي عندهم ضعف بالكلية مسبقا هذول من قلهم كمان إنه الحقيقة التجفف يعني ممكن يضرب الكلية.
فبيعتمد الحياة بشكل عام على المريض نفسه، ولازم يناقش الأمر مع طبيبه قبل بداية رمضان. وإذا كان عنده خبرة سابقة، يعني جرب صام مثلا 15 شعبان برجب شو كان عم يصوم ما يصوم. في ناس يعني بيقول لك أنه أنا بقدر صوم تنين وخميس من غير أي إشكال، تسمح لي صوم برمضان. يعني ممكن نعطي سبيشال بيرميشن ل يعني لازم نكون انتقائيين. ما في يعني قاعده اقول لك انه 100% في يعني انا بدي، لانه احنا هذا البرنامج شريحه كبيره من الناس، ما بدي اعطي سبيسيفيك ريكومنديشن. كل مريض لازم يكون يعني يسال طبيبه، يسال المثقف الصحي. احنا في عندنا بمركز السكر مثقفين صحيين خاصين لمرضى السكر، فالمفروض انه يكون على خاصه اللي بياخذ الانسولين. يعني مرضى الانسولين هذول شريحه خاصه من مرضى السكر، سواء النوع الاول او الثاني. النوع الثاني اللي بياخذ الانسولين كمان لازم يعني يعرف شلون يتصرف بالانسولين خلال الصيام. طبعا يعني مثل ما قلت دكتور، كل حالة تختلف عن الأخرى، ولازم تكون في جلسة استشارة مع طبيب المعالج الخاص المسؤول عن حالته الصحية، وأيضا مع المثقف الصحي عشان يعرف هل هو من ضمن الفئات اللي ينصح لهم بالصيام أو لا ينصح لهم بالصيام، لأن في مشاكل راح تترتب على الأشخاص الغير مصرح لهم بالصيام دكتور. فشو هي هاي المشاكل اللي ممكن تترتب يعني على الشخص؟ أهم شغل الحقيقة هبوط السكر، يعني لأنه خاصة يعني اللي عنده يعني شعوره بهبوط السكر مو مزبوط. اللي بياخذ الانسولين احيانا بيتكرر عنده هبوط السكر، وبالتالي الاحساس بهبوط السكر بيكون شوي ضعيف، ممكن ينزل السكر ل 60 او 40 وما يحس فيه. فلازم يراقب السكر الحقيقه، خاصه بدايه رمضان لازم يراقب السكر يعني بشكل اكثر. ويعني هبوط السكر الحقيقه خطير، يعني في يعني تعرفي انه ممكن يؤدي الى فقد الوعي، ممكن يؤدي الى حادث سياره، ممكن يؤدي الى الوفاه. يعني هبوط السكر ممكن يكون خطير جدا، وبالمقابل ارتفاع السكر كمان خطير. يعني مو جيد خلال الصيام مثل ما قلت لك، لانه ممكن يساوي تجفف وممكن يساوي خلل بوظيفه الكليه. صحيح دكتور. طيب احنا كيف ممكن نعدل أدوية السكري في شهر رمضان؟ انت قلت في النهاية هذه تعتمد يعني جدا على احنا كيف نضبط الأدوية هذه، فهل من نصايح ان كيف نعطيه يعني اذا عم باخذ هو الانسولين غالبا في عنا نوعين او اكثر من نوعين. هلا اللي بياخذ الانسولين المخلوط هذول الحقيقة بدهم يعني جلسة خاصة، ولانه شوية الامور معقدة اكثر. الانسولين المخلوط ما بكثير يعني نقدر يعني نتحكم فيه. أكثر المرضى السكر حاليا يعني بالوقت الحالي بياخذوا إما إنسولين بطيء فقط أو إنسولين بطيء وإنسولين سريع. بشكل عام الإنسولين البطيء قبل بداية رمضان المفروض ينزله على الأقل 10-20% إذا كان يعني السكر عنده مضبوط تمام. إذا ما كان مضبوط تمام الحياة معناتها لازم أول نضبط السكر، يعني صحيح لازم نشوف السكر يكون مضبوط. الانسولين السريع بيعتمد على يعني وجبات الطعام. فانا كنت قبل رمضان عم باكل تقريبا 6 وجبات، فطور وغدا وعشاء، وعلى كل وجبه عم باخذ لها جرعه محدده من الانسولين تتناسب مع هالوجبه. هلا تغير الجدول الاكل، فصار الافطار هو يمكن الوجبه الاساسيه عوض الغداء، وممكن السحور تكون وجبه خفيفه. فبدي عدل جرعات الإنسولين السريع بناء على تعديل جرعات الطعام. فالمفروض الحقيقة أنه يقابل المثقف الصحي قبل بداية رمضان ويفهم منه تماما شلون بدي عدل جرعات الإنسولين. هي موضوع الإنسولين. بالنسبة للحبوب في عنا زمر كثيرة من الحبوب. في حبوب الحقيقة ما بتفرق لأنه ما بتساوي هبوط سكر. صحيح. يعني ما لها مشاكل هبوط السكر، وهي الحقيقة غالبا هلا التوجه الحديث انه نستخدم هالنوع من الحبوب قبل ما نستخدم الادويه الثانيه اللي احتمال هبوط السكر فيها اكثر. فكثير من مرضى السكر حاليا بياخذوا من الحبوب اللي حتى لو ضل صايم فهذول ما بدهم يعني تعديل جرعات الادويه. في ادويه وغالبا تكون يعني هي يعني ممكن نحط دوايين بنفس يعني نوعين من الزمرتين دوائيتين بنفس الحبه. هذول أغلب الأحيان ما تحتاج أي تعديل. اللي بيحتاج تعديل ممكن الجرعة أو توقيت الدواء
هنين الأدوية اللي بتساوي يعني احتمال هبوط السكر اللي بتحس البنكرياس على إفراز الأنسولين من زمرة السلفينيليوريا أو الجلانايد، في يعني براند نيم بيحكي للناس مثلا الأمريل أو الديامايكرون أو الدوانيل أو النوفو نورم أو يعني الأشياء اللي ممكن إذا غير جدول الأكل لازم نغيرها بناء على تغيير جدول. دكتور محمد لو تظل معانا ونحن نطلع فاصل قصير ونكمل حديثنا معاك، فاصل قصير دكتور وبنرجع نحن نستكمل حديثنا عن مرضى السكري وصيام الشهر. صحة وسعادة، رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل كنا نتحدث عن مرضى السكر وصيام شهر رمضان، كان معانا الدكتور محمد الشماع. دكتور محمد، نبي نعرف بعض العلامات اللي المريض إذا ظهرت عليه يستوجب أنه لازم يفطر في شهر رمضان، فشو هي هاي العلامات دكتور؟ الحقيقة أهم شيء أنه يعني لقى إحساس بهبوط السكر يفحص السكر، يعني مريض السكر المفروض أنه يكون معه جهاز فحص السكر ويستعملوا دائما يعني باستمرار، وننصح الحياة مرضى السكر انه يستعملوا الجهاز السكر شوي اكثر يعني خاصة اول كم يوم من رمضان وهو صايم، ونشوف يعني الترند انه شلون السكر عم ينزل عم يطلع خلال الصيام، فاذا نزل السكر بداية الصيام تحت 70 لازم يفطر يعني حتى لو مش حاسس بهبوط السكر. إذا يعني السكر كان خلال الصيام بين 80 إلى 110 120 I think يعني صيام safe ممكن يستمر، بس أنا بفضل أنه خاصة بداية الصيام لأنه ممكن بعد السحور يلاقي سكر 140-150 للظهر ينزل للسبعين. أيوة. بدنا الحياة بأكثر من وقت يعني بأوقات مختلفة نفحص السكر ونشوف انه شلون الاتجاه عم يكون عم ينزل لما عم يصعد خلال الصيام. صحيح. اذا عم ينزل وحتى يعني ما وصل لكريتيكال رينج يعني ما وصل لمرحله حرجه قبل ما يوصل ويغيب عن الوعي المفروض يفطر المريض. دكتور كمان اذا لقينا يعني خاصه هي القاعده تنطبق على النوع الاول، النوع اذا كان عنده نقص بالانسولين بيرتفع السكر. طيب اذا صار يرتفع السكر هدول كمان الحياة بننصحهم يقيسوا الكيتون في جهاز خاص، يعني احنا عادة مرضى النوع الأول من السكر بنعطيهم جهاز لقياس الكيتون الأحماض في الدم. أيوة. هذا بيدلنا على نقص الإنسولين، فحتى ممكن يكون السكر مش كثير مرتفع بس في أحماض في الدم، فهدول لازم يشرب مي على طول وإلا بده يصير يتخيأ بعدين ويصير يدخل في دوامة لازم يروح على الطوارئ من نعود نعطي السوائل الوريدية. الأحماض تشكل الأحماض في الدم الكيتون إذا ارتفع خلال الصيام لازم يفطر. طبعا هذا شيء جدا اللي يعني بشكل عام إذا لقينا السكر طاف عن 250 وصار المريض يروح الحمام كثير وعطش شديد كمان لازم يفطر. فهدول الأشياء الثلاثة الحقيقة يعني أنا برأيي توجب الإفطار، ما يخلي يعني ما لازم يظل يستمر. دكتور محمد شماع شكرا على معلوماتك الجدا قيمة، الحديث معك الصراحة جدا شيق وممتع. لو سهلا واجبنا حياكم الله. شكرا يعطيك ألف عافية دكتور. مستمعين الأعزاء كان معانا الدكتور محمد وحدثنا عن العديد من الأشياء وحدثنا عن بعض العلامات اللي لازم الشخص ينتبه لها إن كان صائم، وأيضا نصحنا نصيحة جدا مهمة أنه ضروري جدا يعني كل مريض حالته تختلف عن الأخرى، لذلك يجب استشارة الطبيب المعالج قبل اتخاذ قرار صيام الشهر، وأيضا إذا تم اتخاذ هذا القرار لازم يعرف المفاتيح الأساسية
عشان صيامه يكون صحي وآمن. ومن دكتور محمد شماع بننتقل إلى الأستاذة وفاء العتيبي أخصائية التثقيف الصحي في مركز دبي للسكري، راح نكمل حديثنا عن مرضى السكري والصيام. صباح الخير أستاذة وفاء. صباح النور، أهلا، رمضان كريم. رمضان مبارك علينا وعليك أستاذة وفاء. لو تحدثينا، الدكتور حدثنا عن هبوط السكري، فلو تشرحي لنا ما هو هبوط السكري، ما هي أعراضه، وكيف ممكن إحنا نعالج هبوط السكري هذا؟ بالبداية، هبوط السكر هو انخفاض في مستوى السكر بالدم أقل من 70 ملي جرام برديسي لتر على جهاز فحص السكر، أو عندما ينخفض السكر بتسارع كبير، يعني بحيث أنه المريض يشعر بأعراض هبوط السكر. في عنا دلائل وأعراض بتصيب المرضى أثناء هبوط السكر بتدلهم في بعض الأحيان على وجود هبوط في مستوى السكر. من هاي الأعراض هي التعرق البارد، رجفة بالأطراف، ممكن إحساس بالتعب وهبوط الجسم، ممكن الجوع، ممكن يشعر المريض بالصداع، ممكن يشعر المريض أيضا بالدوخة وتقلبات المزاج، عدم وضوح الرؤية. هي عبارة عن مجموعة أعراض ممكن يعني تختلف من مريض لآخر، ممكن المريض يحس في أحد هذه الأعراض. طيب شو كيف ممكن احنا نعالج هذا؟ بالنسبة لعلاج هبوط السكر، طبعا هبوط السكر معناه انه بنزل مستوى السكر بالدم، فبالتالي بحاجة المريض انه يعوض كمية او وجود الهبوط هذا باخذ سكر سريع. مثل مصادر السكر السريع موجودة بالعصائر، موجودة مثلا بالتمر، موجودة بالعسل. مصادر السكر السريع اللي بيتم امتصاصها بشكل سريع الجسم مباشرة من الفم إلى الدم. طبعا يجب على المريض التأكد بفحص السكر بالبداية بحيث أنه يتأكد أنه هاي الموجود عنده أعراض هبوط السكر. بعد هيك مباشرة يأخذ كمية السكر السريع المطلوبة. طبعا ما بننصح بشرب كميات مثلا عصير زائدة عن اللزوم، الكمية المسموح فيها هي من 10 إلى 15 جرام من السكر السريع. ومن ثم طبعا يستنى من 10 إلى 15 دقيقة ويعيد فحص السكر حتى يتأكد أن السكر رجع لمستوياته الطبيعية. إذا السكر ما رجع لمستواه الطبيعي بعد ربع ساعة تقريبا بتنصحه بأنه يعيد أنه أخذ كمان نفس الكمية من العصير. صحيح. حتى يرجع السكر لمستواه الطبيعي وتزول عنه أعراض هبوط السكر، ومن ثم أخذ وجبة خفيفة إذا كان موعد الوجبة الوجبة الرئيسية بعيد، حتى يعني يساعده في تثبيت مستوى السكر. وأيضاً بالنسبة لهم إحنا أيضاً تحدثنا عن ارتفاع السكر أستاذة وفاء. بالنسبة لارتفاع السكر، إذا تجاوز السكر 180 ملي جرام برديسي لتر، طبعاً في دلائل وأعراض تظهر على المرضى في حالة ارتفاع السكر، من أهمها زيادة عدد مرات التبول والذهاب إلى الحمام، الشعور بالجفاف، جفاف الجلد وجفاف الفم، عدم وضوح الرؤية، ممكن عند بعض الناس تصير ألم في المعدة، صداع، بحس بعطش شديد لأنه السكر العالي بسحب السوائل من الجسم، فبالتالي بذهب المريض للتبول كثيرا فبيبدأ يشعر بالجفاف والعطش الشديد. شو بنعمل في حالة ارتفاع السكر؟ طبعا في حالة ارتفاع السكر ننصح المريض بالبداية الالتزام بعلاجه، وخاصة المرضى المعتمدين على الإنسولين ينصح بأخذ جرعة تصحيحية، أخذ كميات من الماء. وفي حالة ارتفاع السكر تجاوز مستوى السكر عن 250 ينصح بفحص الكيتون أو اللي هي الأحماض اللي هي سهل تكونها في حالة ارتفاع السكر، حتى نمنع المريض في أنه يدخل في ارتفاع الحامض الكيتوني ومن ثم تبدأ عنده أعراض الارتفاع ويبدأ مضاعفات الارتفاع. أي طبعا حدثنا الدكتور أنه عندكم جهاز خاص يقيس هذا الكيتون. في جهازين، في جهاز فحص الكيتون بالبول، وفي سربات فحص الكيتون في البول، وفي جهاز فحص الكيتون بالدم. بالفحص الكيتون بالبول بتلون لون الشريط إلى اللون البنفسجي، هذا دليل على وجود الأحماض. في الدم بتطلع النسبة أكثر من 0.6 أو 0.7 على جهاز فحص الدم، هذا دليل أنه بدأت تتكون الأحماض، فبلزم يعني شرب كميات سوائل أو مي كبيرة وإعطاء جرعات تصحيحية إلى حين، وإعادة الفحص كل ساعتين إلى حين أنه تطلع عندي النتيجة نيجاتيف أو كلير، يروح الكيتون من الجسم حتى
نحمي الجسم من ارتفاع السكر ومضاعفات الحامض الكيتون. طيب أستاذة وفاء، نتحدث عن فئة الأطفال والصغار السن، هل من تعليمات معينة نعطيها لهذه الفئة إن أرادوا الصيام؟ فعليا مرضى السكري الأطفال معظمهم مصابين بالنوع الأول من السكر، أقلية جدا هم مصابين بالنوع الثاني، بس غالبا بتم الحديث عن النوع الأول من السكر لأنه معظمهم مصابين بالنوع الأول من السكر. بالنسبة للمرضى المصابين اللي يعملوا إنهم يصوموا أو يعني عندهم تجارب ناجحة بالصيام، عادة بنحكي عن قبل نقوم بالتخطيط للصيام بزيارة العيادة، زيارة المقدمين الرعاية الصحية اللي هي بتكون من الدكتور الأخصائي وأخصائي تشخيص السكري وأخصائية التغذية، والحديث عن أو التخطيط لصيام شهر رمضان. بالبداية بنعرف المرضى على أنه في مجموعة عوامل خطورة لمرضى السكر النوع الأول، وفي عوامل مؤثرة أيضا من المرضى اللي بيسمح لهم يصوموا أو ما يصوموا. طبعا في مجموعة عوامل، منها أنه كيفية تنظيم السكر قبل رمضان، مدة السكر النوع الأول عند اليافع أو الطفل، هبوط السكر، الشعور بهبوط السكر، في بعض الناس يفقدون القدرة على الشعور بالهبوط، مهارات تنظيم السكر، هل في عنده مهارات حتى يعدل قراءات السكر أو لا، والاستعداد والدافع للصيام جدا مهم. في بعض الناس يخافوا يصوموا وفي ناس عندهم استعداد وعندهم الدافع للصيام، هم الناس اللي بنحكي معهم. أيضا القدرة على اتخاذ القرارات، غالبا الأطفال اللي جدا صغار ما بننصحهم بالصيام، ممكن يبدوا بعد سن 12 أو 13 يطلبوا منا أنه نعرفهم عن موضوع الصيام. مهم جدا الطفل يكون محاط بالرعاية من قبل ذويه ومن قبل أهله يوم يقرر أنه يصوم، حتى يساعدوه في اتخاذ القرار في حالة حدوث الطوارئ كهبوط السكر المفاجئ كارتفاع السكر أو ارتفاع الحامض الكيتوني. بنعرفهم قبل رمضان على مجموعة المهارات القيادية اللي هو يجب أنهم يعني يجب أنهم يتقنوها، اللي هي مراقبة مستويات السكر، شو هي علامات وأعراض هبوط السكر، يخططوا للوجبات، يخططوا للنشاط البدني إذا كان في أحد منهم بيعمل رياضة مستمرة يومية، وكيفية تعديل جرعات الإنسولين وكيفية إدارة المضاعفات الحادة في حال كما تحدثنا عنها اللي هي ارتفاع السكر والهبوط وارتفاع الحامض الكيتوني. وبرجع وبعيد وبكرر انه زي ما حكى دكتور انه تقييم حالة مريض السكري هو تقييم فردي، فالنصيحة التي تعطى لمريض لا تعطى لمريض اخر، فالتقييم والقدرات مختلفة من طفل لاخر او من يافع لاخر، لا نستطيع اعطاء نصيحة مباشرة للجميع. أستاذة وفاء العتيبي، شكرا يعني على المعلومات القيمة اللي عطيتيني إياها، يعني معلومات جدا قيمة، شكرا، يعطيك ألف عافية أستاذة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. ومن أستاذة وفاء رح ننتقل إلى الأستاذ ومن الأستاذة وفاء رح ننتقل للأستاذة زينة، رح تحدثنا شوي عن النمط الغذائي، شو هي المفروض الأشياء اللي تحتويها وجبات الإفطار والسحور في شهر رمضان. رح تحدثنا أيضا عن بعض الأمور اللي لازم ننتبه لها من خلال الغذاء الصحي. أستاذة زينة بشير، أخصائية التغذية لمرضى السكري في مركز دبي السكري، صباح الخير. أهلا، صباح النور. أستاذة زينة، لو تحدثينا عن النمط الغذائي اللي لازم يكون موجود في الغذاء في رمضان من ناحية الألياف والكربوهيدرات، لو تحدثينا شوي عن هذه الأغذية. أكيد. هلأ عادة نحن يعني منتابع الصحن الصحي لإضباط إنه كمية الكربوهيدرات والألياف والبروتينات وهيك بالوجبة. هلا يعني عادة بيكون في عنا ثلاث وجبات رئيسية باليوم، ولكن طبعا في رمضان بيكون وجبتين رئيسية بس مع وجبة خفيفة. فمن ضمن الصحن الصحي نحن بنحب نقسم الصحن إلى أربع أجزاء، اللي هي بتضمن طبعا الشوربة، السلطة اللي هن ممكن يكونوا غنيين بالألياف طبعا، عرفت يعني مثلا ممكن كوب شوربة العدس يكون مكونات 10 جرام من الألياف، عرفتي. والأجزاء الثانيين الباقيين اللي بيكون البروتين والكربوهيدرات،
أوكي. هلا كمان لأنه برمضان بيوجد طبعا المقبلات اللي ما بتكون موجودة دائما بالأيام العادية. صحيح. فلهيك لازم ننضبط من كمية الكربوهيدرات بالوجبة الرئيسية. لأنه بالمقبلات مثلا مثل السمبوسك ولا مثل الجيمات طبعا تكون كمان موجود كمية من الكربوهيدرات. طيب ننتبه من تناول يعني خاصة كمان الكميات يعني كمان من الكميات اللي نتناولها. طيب احنا نعرف ان شهر رمضان طبعا المائدة تكون مليئة بالحلويات، فكيف ممكن ان احنا ناكل هذه الحلويات دون ما تسبب لنا اضرار صحية ودون ما تسبب لنا زيادة في الوزن ايضا؟ هلا كمان يعني بالنسبة للحلويات طبعا اكيد خاصة خلال شهر رمضان في حلويات بس رمضانية أو بتناولة بس خلال شهر رمضان. ولكن يعني يفضل أنه ما تكون بشكل يوم. فكمان شو فينا ندخل بدل الحلويات اللي هي كمان بتكون يعني طبعا أنه غنية بالسكر والسويت يعني بس طبيعي، اللي هي بتكون الفواكه وخاصة الفاكهة المثلجة. يعني مثل هلا كمان الموسم مثل المانجو او حتى مثل الموز، يوم بس من ثلجها يعني نرجع بنستعملها بنطحنها مثلا تطلع كمثل يعني كبوظه فشوي كانه كحلويات بس انه عم ندخل الفواكه بهالطريقه. جميل جدا. اي وطيب والكميات ومتى الوقت الصح ان احنا نتناول ايضا الحلويات استاذه؟ برجع بقول كمان يعني يفضل انه ما تكون طبعا بشكل يومي. أيه. بس عادة برمضان اذا عندنا الوجبتين الرئيسية اللي هي الافطار والسحور ممكن نخلي الفواكه بتكون هي الوجبة الخفيفة اللي هي بين الافطار والسحور. اوكي. مثلا أيه. ممكن تكون يعني اوقات بتكون من الحلويات، بس كمان تحضير الحلويات ممكن تكون كمية سكر أقل أو بديل السكر مثل السكر الصناعي. بس طبعا يعني نتأكد لأنه في أشخاص مثلا اللي يعانون بمشاكل كلى ما يفضل أنه يستخدمون السكر الصناعي بكمية كبيرة يعني. أيوة. طيب أستاذة يعني إحنا بنستغل وجودك بما أن إحنا في جائحة كوفيد ونعرف مدى أهمية الجهاز المناعي، فكيف إحنا ممكن أيضا نحافظ على صحة جهازنا المناعي في هذا الشهر؟ اوكي. هلا طبعا في اكيد عده طرق طبعا عن الغذاء الصحي اكيد للمناعه. بس كمان من الضروره مثل ممارسه الرياضه. وهلا يعني للاسف انه ممكن صرنا سنه قاعدين. ايوه. في ناس انه كثير خفت الرياضه او الحركه عندهم، وفي ناس بعد استفادوا يعني من طريق الاونلاين او الابلكيشن انه يمارسوا بالرياضه لو مش كل يوم بس لو يعني بشكل استمراري مثلا 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. جميل. لمدة نص ساعة باليوم حتى يعني بالحركة دائما في بركة يعني. أيوة. أوكي. الشيء الثاني هو اللي كمان بيساعد على المناعة هو النوم. النوم هو عادة عند يعني كبار السن مفروض من 7 إلى 8 ساعات لنقول في اليوم، وممكن برمضان شوي تخف هاي، بس إنه نحاول على الأقل الحصول على 7 ساعات في اليوم. أوكي. من النوم. هلا من ناحيه طبعا النظام الغذائي اللي هو المفروض يكون غني بال يعني بالفيتامينات بالمعادن وطبعا بالالياف، نركز على الاكل مثلا الفواكه الحمضيه اللي هي كمان تكون غنيه بالفيتامين سي، في فواكه بتكون غنيه بالمضاد الاكسده مثل التوت وجميع انواع التوت يعني. الخضار كمان الخضار الملونه كمان غنيه بتكون بالالياف. اوكي. وهذا طبعا يساعد على المناعه. هلا يفضل تخفيف الاكلات اللي بتكون مصنعه او غنيه بالدهون المشبعه او الدهون المهدرجه، لانه هي ممكن تزيد من الخطر على الالتهابات في الجسم اللي يؤدي بطريقه طبعا سلبيه على الجسم. ايوه. اي أستاذة زينة بشير، يعني المعلومات اللي عطيتيني إياها جدا قيمة وجدا يعني استمتعنا في وقتنا معك. شكرا، يعطيك ألف عافية أستاذة. تسلمي. شكرا لكم. هاي كانت حلقتنا لليوم مستمعين الأعزاء، كنا مخصصينها فقط لمرضى السكري والصيام. أتمنى نقدرنا نفيدكم ولو بالقليل. كل الشكر لحسن استماعكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي إذاعة نور دبي، وأيضا كل الشكر للأستاذة إسراء الهاشمي اللي كانت معنا في التنسيق، وما ننسى مخرجنا المبدع الأستاذ أيمن سرحيل. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.